راكم تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم غنوجد معكم واحد الطواجين اللي بشحال هادي ما درتو، طواجين ديال اللحم مخضر باللوبيا وشويه ديال الخيزو اللي كيجي صراحه زوين بزاف، انا من عشاق ديالو. ومنها غنوجد معكم واحد العصير نقدروا نقولوا عليه لافوكا الكذابه اللي كيجي زوين بزاف. لافوكا ما يحيدهاش الطبيب كيجي زوين. هنايا عندي اللحم على حسب الكميه اللي تبغيو، بالنسبه للعطريه كما هذا شويه الخرقوم سكنجبير شويه البزار واحد العويده ديال القرفه والرويسات ديال الثومه جوج ومليحه، وغناخذ واحد شويه ديال القرفه اعواد. دابا غنتسناها حتى تقلى، انا كيعجبني الطاجين نقليه، اللي ما كيبغيش يقدر يستفها هكا ويدير الماء صافي ويسد عليها. ودابا غنضيف عليه واحد شويه ديال الماء ونخلي اللحم ديالي حتى يطيب واحد شويه، من بعد نضيف عليه خيزو واللوبيا يعني واحد الكاس بحال هكا صافي، ونغطي عليه حتى يدخل فيه الطياب واحد شويه، ونضيف عليه كما قلت الخضره ونرجعوا من بعد ان شاء الله. بالنسبه للعصير اللي غندير، درت هنايا ميها وغندير الكسكس. من الاحسن هاد القرعه نبخروها احسن ما نسلقوها. المهم هنا عندي جوج قرعات خضرين وغنحيد لهم غير هاد الرويس، ما نحيد ليهم لا قشره لا حتى شي حاجه، غندير لهم هكا صغوا تكثروا تكثروا، ولكن هاد الكميه اللي غنعطيكم تبارك الله كدير يعني واحد الكميه لا باس بها. صافي غنخليها حتى كطيب ونرجع معكم من بعد ان شاء الله. ودابا غنسيب الخضيره اللي عندي بعد ما اللحم يدخل فيه الطياب، منها غنضيف واحد شويه ديال الماء نسيب خيزو هو الاول. هنا عندي مطيشة صغيرة كبيرة يعني على حسبكم نتوما، ودابا غنضيف واحد شويه ديال الملح وغنضيف شويه ديال الابزار زيت البلديه وشويه ديال الزيتون. نضيف عليه شويه ديال الماء، الماء انايا كنبقى نضيف بشويه وشويه حتى كيوجد لي، انا ما كنضيفش واحد الكميه كثير. صافي غنغطي عليه حتى يوجد لي. بالنسبه للعصير ديالي كما شفتوا القرعه كما قلنا عصير لافوكا الكذاب، غنحتاجو معاه دانون ديال بيستاج وزن 125 غرام كما قلت ديال بيستاج. وهنايا اختياري تبغوا تضيفوهم ديفون تقدروا تستغناو عليهم على حسب. عندي هنايا واحد خمسه التمرات وعندي اللوز الا كان عندكم بالقشر ما متوفرش عندي، درت غير اللوز ايفيلي. وهنايا عندي ثلاثه المعالق ديال السكر يعني على حسب القياس. وغنحتاج الحليب، غناخذ كاس ديالي وغندير فيه هاد القريعه تميرات
اللوز والسكر البيضات ديالي هما سالين يطيبو كما وريتكم في الفيديو السابق. هذه هي اللي خديت، صراحه كتنفع بزاف، كدير فيها مشحن وحده وكتنسيها، صراحه كطيب زوين. وهذا هو طويجيني كما قلت المره الاولى، لوحه فنيه، نتمنى بانه يعجبكم. والعصير ديالي صراحه اللي كيجي زوين بزاف كما قلت، لافوكا كذابة. والبيضات نتمنى بان الشيوات اليوم اللي خفاف اللي شاركت معكم غير بساط يعجبوكم. والسلام عليكم، حتى الفيديو قادم ان شاء الله.